الطبيه، الاسره الطبيه، المجتمع بكل وجه مهتمين انه احنا فعلا نقدر نوصل لهذا المعنى. اول شيء عملناه كان الويكي الطبي، الهدف منه انه احنا حتى نقدر نطبق كل هالاشياء، ما ليكون عندنا علم بالاول، ما ليكون عندنا محتوى عربي على الانترنت اول، كيف بدنا المريض يقرا او الطبيب يقرا هو اصلا ما في محتوى عربي. فنحن حاولنا الويكي الطبي ندعم المحتوى العربي، ومشروع شارك فيه مجموعه لا باس بها من الطلاب سعيا لتحقيق هذا الهدف. ومن احنا دائما نعمل ورشات ندرب الناس على كتابه الويكي لنشجعهم على كتابه، والا هي كتابه فعلا سهله. ايضا النشاط الثاني عملنا انه السنه الماضيه موسم تيت كمان شاركنا فيه بتيم طبي، قدمنا 6 محاضرات تقريبا، وقفنا فيها بالتفصيل عن كل هاي المفاهيم اللي ذكرناها. شاركنا كمان عرفنا بالطب. هلا هون بقى احكي لكم شغله حلوه، الدي اي واي بايو، حدا سمع؟ حدا مو سمعان فيه؟ فالدي اي واي بايو دو ات يور سيلف ان بيولوجي، انه نقدر نحن نعمل الابحاث البيولوجيه بنفسنا بعيدا عن مراكز الابحاث اللي ما لها سائل. فاول شيء حاولنا انه نحن فعلا نطبق هذا المجال ونستفيد منه. فاول خطوه هي كانت خلاص دي ان اي، انه هي عاده بدها مخابر، نحن حاولنا نجيبها مبسطه لحتى يقدروا العالم يشاركوا فعلا بالنشاط. فعلا والله في عالم شاركوا بالنشاط واستخلصوا الدي ان اي، بعدين مره ثانيه اول شيء استخلصوا من بصل، بعدين استخلصوا من خلايا الشرف وقتها وجابوه معهم على ويكيولوجي اوبن سورس دي، وعملوا تجربه لحلام كهربائي. هاي تجربه كثير مفيده كثير هامه صراحة. كل ما نقول لدكتور انه نحن عملنا هالتجربه انه كيف عملتوها شلون يعني، كثير التجربه كثير انه خطيره يعني، ما بنعمل غير الابحاث بمراكز الابحاث. وشايفين نحن عملناها عده بلاستيك ورق قصدي، كم بطاريه وكم سلك. دو ات يور سيلف يعني، ما لما ما تلاقوا طريقه للشيء اللي بدكم اياه يعني ممكن انكم تحققوه. حتى الاجار الموجود لفينا الدنيا لحتى جبناه، بس جبناه وسوينا التجربه الحمد لله ونجحت. كانت يعني اول مره انه دي اي واي بايو فوت على السوق يعني. يو ار انفايتد. انه انتم مدعوين للمشاركه بهي المشاريع كلياتكم، مدعوين لتبحثوا معنا، احنا مجموعه ناشئه وعندنا مجموعه من الافكار، فانتم مدعوين مو بس لتطبقوا، مدعوين كمان لتشاركوا يعني، لتدوروا معنا بهي الافكار، نطورها نقدر نطورها مع بعض. ثانك يو. شكرا كثير على المحاضره الرائعه اليوم. مثل ما لاحظتوا بدي احب وقف على النقطة اللي قالتها كمان آخر شيء، هي إنه كيف نحن عنا الخبراء أو المبدعين بالمجال الطبي حتلاقوا كثير نماذج متكررة، اللي هي تلاقيه راح ساوى بورد متخصص وعشر سنين بدولة متقدمة، بعدين بكل بساطة بيرجع لهون بيقول ما في خبراء، ما في موردين، ما في أجهزة، في 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 مشاكل، بعدين شو بيساوي؟ بيطلع وبيرجع. الحقيقه يعني انا بتمنى فعلا لو كان هذا الشخص الهندي عن جد موجود ونتشكره عن جد، لانه هو عن جد فعلا نموذج عظيم. هو نموذج عظيم فعلا كيف نحن بلش يفكر خارج اطار المنظومه التقليديه بالطب. فللاسف نحن في عندنا مشكله بالمجال الطبي، هي انه عم ننفق ملايين الدولارات، يعني كل طالب بيكلف مليون 20,000 دولار بس لحتى يتخرج. عم ننفق ملايين الدولارات بس مشان نحن ضمن النموذج التقليدي، اللي هو مثل ما قال لكم بكرم، قال بكل بساطه هذا النموذج التقليدي مساوي لما يكون في عندي خبراء كثير، يكون في عندي موارد ضخمه جدا موجوده بين ايدي. فبالتالي نحن بالحقيقه بحاجه انه نبلش نفكر كيف نحن نحل مشاكلنا الطبيه، مشاكل المجتمع الطبيه خارج اطار المنظومه التقليديه. هاي الحقيقه هذا الحكي كان كثير صار لولا وجود الانترنت، لكن رغم ذلك فيكرام قدر ينجح. فكيف لما بعد التجربه هي اللي هو سواها، وبعد حتى بعد كل هالادوات الجديده اللي عم تخلي الناس يقدروا يساهموا بالعمليه. انا حضرب مثال واحد كثير مهم هو عم يطبق هلا كثير بافريقيا، هو الام هيلث او الموبايل هيلث. بتعرفوا انه بافريقيا في عدد الناس اللي عندهم موبايلات اكثر من الناس اللي عندهم مراحيض نظيفه صحيه، تخيلوا لهالدرجه. فبالحقيقه عم يحاولوا يستفيدوا من الناس من القدرات الموجوده عندهم لحتى فعلا يحلوا المشاكل. ومثل ما شفتوا كيف هذا المجال كثير واعد،
مثل ما شفتوا الميديسن 2 هو كلياته مستوحى مبادئه من الويب 2. اكيد كلياتنا عندنا فكره عن قديش يوتيوب كثير قوي، قديش الشبكات الاجتماعيه عم تخلينا نتواصل ونحل كثير مشاكل، قديش الويكيات والمدونات كلها عم تقدر تحل مشاكل بالعالم بمجالات كثير متنوعه، فليش ما تحل بهذا الشيء بالمجال ده؟ فهي اول فكره، انه نحن لازم نبلش نفكر كيف نخرج عن اطار النموذج التقليدي الموجود بالطرق. الشيء الثاني هو انه مو بس الفكره، نحن هلا تقريبا هاليوم غطينا جزء من المفاهيم اللي هو انه نشارك المواليد، الناس العاديه تشارك. الحقيقه في كثير نقطه مهمه، انه هلا صار عندنا open research، يعني في مثال ذكر بمحاضرات تيد الماضيه هي انه كيف احد مراكز الابحاث ببوسطن نشر، ذكرت الجمال مثال، نشر جزء من الجين على تويتر، فتقريبا حوالي اكثر من 70 مركز بحث باوروبا وامريكا شاركوا بالبحث، بلشوا يشاركوا على الموضوع، وفعلا قدروا يتوصلوا بخلال فتره كثير سريعه لنتائج كثير كان مستحيل هذا المركز البحث لحاله يوصل. صار في عندنا شيء اسمه open source drug discovery، صار في حركه هلا جديده انه تصير شركات الصيدله تصير هي تبلش تشتغل بشكل مفتوح وتتعاون بين بعضها، بدل ما يصير عندنا مراكز ابحاث عم تحتكر المبتكر الطبي او المبتكر الدوائي وتطوره لحاله وبعدين تبيعه باسعار غير قابله للبيع بالدول الناميه، وهذا الحقيقه مشكله كثير كبيره. في مشكله كثير كبيره هذا الموضوع، في حتى عليه محاضرات كثيره، انه كيف نحن عندنا ازمه كثير كبيره بانه حتى على مستوى امريكا نفسها انه نحن عم تكون الادويه اكثر من استطاعه الناس. فعمليا البيانات الطبيه، وصار في حتى عندنا حركه الاوبن اكسس، صار في عندنا كثير من البيبرز والاوراق العلميه عم تكون كثير مفتوحه، بالاضافه للبيانات المفتوحه الضخمه، الجينوم البشري مفتوح، مشروع الجينوم البشري مفتوح اوبن سورس، عم تشارك فيه مراكز ابحاث من كل انحاء العالم، بالصين وبامريكا وباوروبا. الشيء الاخير هو هي حتى على مستوى مو بس البيانات، مو بس الابحاث، مو بس العلوم، حتى على مستوى التكنولوجيات البيولوجيه بحد ذاتها لازمه لحتى نحن نعمل ابحاث متقدمه حتى على مستوى الجينات، صارت متاحه بين عم نحاول هلا مجتمع الدي اي واي بيو تكنولوجي عم تستوحي نفس المبادئ تبعيت الهاكرز، تبعيت اللي بنوا لينوكس، عم يحاولوا يستوحوا نفس المبادئ لحتى يبنوا كل التكنولوجيات البيولوجيه تصير مفتوحه بين ايدينا نحن الناس العاديين ونلعب فيها. ومثالها هو مثال ما نذكر، هو اهم مثال هو اوبن سورس جهاز اسمه اوبن بي سي ار، هذا الجهاز يمكن بسوريا بس منه في اثنين، تخيلوا انه بسوريا في منه اثنين، ومجموعته كلها جامد، يمكن انتم حاولوا يزوروا يعني بعد بس عفوا مو موجود منه اثنين، موجود منه البي سي ار العادي. طبعا البي سي ار، عفوا البي سي ار العادي ما موجود منه غير اثنين، ويعني يمكن قعدوا اشتغلتوا اسبوع، يمكن اسبوع لحتى بلشوا يفوق، اخذوا موعد وموافقات ومدري شو. الحقيقه هذا المجتمع الدي اي واي بيو تكنولوجي قدر يصنع شيء اسمه اوبن بي سي ار، هذا الاوبن بي سي ار بيخليك تسحب الدي ان اي تبعك وتضخمه وتعالجه وتسحبه على الكمبيوتر، وهو اوبن سورس، هو اوبن سورس هاردوير، انت فيك حقه بحق كمبيوتر، وفيك حتى تصنع نسخه مبسطه منه بالاردوينو، وهذا حتى الشباب عم يشتغلوا عليه بفابريوجي وكيلوجينيت. اسف زعلت كثير بس لا هي مؤسسه طبعا لانه اوبن سورس هسه. فحتى على مستوى تكنولوجيات كثير متقدمه بلشت عم تصير بين ايدينا. فبالحقيقه هذا بالحقيقه بحط قدامنا مسؤوليات كثير كبيره. هلا بعد الحكي بتذكر كثير من رفقاتي، بعض رفقاتي بالطب انه بيقولوا انه والله نحن متحمسين كثير، لازم فعلا نغير واقع، لازم لازم لازم، والله بدنا نروح نحكي مع نقابه الاطباء، بدنا نروح نحكي مع الدكتور الثاني، نحكي مع الدكتور كذا، لا تحكوا مع اي حدا، انتم بتقدروا تساووا هذا الشيء. لانه مثل ما بنقول دائما اوبن سورس والانترنت خلونا نكسر حاجزين اساسيين، اول شيء نحن من زمان كنا بحاجه للمؤسسات حتى نجتمع ونتشارك الخبرات ونتعاون، هلا الانترنت نحن عم نقدر نبني شغلات كثير عظيمه بدون ما نحن نكون بحاجه لمؤسسات تشرف على شغلنا. ثاني شغله كنا بحاجه لتكنولوجيات متقدمه، كنا بحاجه لمخابر كثير كبيره، كنا بحاجه لهالقصص كلياتها، هلا مثل ما لاحظتوا ادوات القياس البيولوجيه كلياتها، هلا المشاريع اللي ذكرت في كثير مشاريع منها على الاردوينو، فيك انت تبلش تتعلم وتبنيها بايدك، تجيب الكترونيات بسيطه تشتغل فيها، حتى الاوبن بي سي ار فيك انت تجي تركبه. فهدول حاجزين، حاجز المؤسسات وحاجز التكنولوجيا المتقدمه كلهم منكسر. بالتالي لازم انتم تبلشوا التفكير، انتم تبلشوا تفكروا كيف نحن فينا نساوي، ما في عن جد ابدا اي شيء بيمنعكم انتم تبلشوا. تمام؟
حاسس حالي حقول الى الامام الى الامام. بس عن جد حرام، عن جد انتم عليكم مسؤوليه كثير كبيره. في ناس كثير محرومين للاسف، في ناس عندهم خبرات كثير عظيمه عم يروحوا لبرا. عن جد صارت شغله كثير عاديه انه انت تطلع على MIT او تطلع على جامعات برا، عن جد تروحوا لبرا بتشوفوا مواقع جامعات معباية مبدعين عرب ومن الدول النامية أكثر مما بطل. يعني شغلة كتير عادية إنه أنت تحصلي على جائزة نوبل أو جائزة طيخ أو مدري شو. بس الشيء الصعب هو إنه نحن فعلاً نحقق نغير واقعنا. هذا هو الشيء نحن فعلاً بحاجة إله، واللي بنتمنى فعلاً تشاركونا فيه نحن كلنا سوية لحتى نقدر نحقق هذا الشيء. وشكراً كثير.